كنت أصلي في أحد المساجد إماما بالناس، وكان يقف خلفي رجل يعني يبدو أنه متأثر تأثرا شديدا بالمقامات، إلى درجة أنه لا يسمع شيئا إلا ويقلد مثله كالببغاء لكن في المقامات، حتى في الصلاة. يعني العجيب أن هذا حتى في الصلاة. فأنا وقفت وبدأت أقرأ: الحمد لله رب العالمين. وإذا من خلفي يقول: أنا تعجبت جدا وتوقفت قليلا بعد ما بدأت الآية الأولى، خشيت الناس يقولوا نسي الفاتحة، فقلت: الرحمن الرحيم. يعني قلت بقى مش هينفع، حاولت ان انا اغير المقام لعله ما يستطيع انه يعني يفعل غير هذا. مالك يوم الدين. قلت اعلو بالصوت تماما، واحاول ان يعني اتي باعلى جواب عندي حتى اسكته. فقلت: اياك نعبد واياك نستعين. علي هو قال: والله. وظل هكذا، ظل هكذا طوال القراءة، حتى إني لما ركعت قلت يعني: الله أكبر.